يمكن اللي عمل اشاعات برضو التأجيل والتأجيل واكدها في مصر هو تصريح الاستاذ احمد مجاهد ان تعارض كأس الامم الافريقيه مع كأس العالم للانديه ومشاركه الاهلي في هذه البطوله، وقال بالنص كده كل اللعيبه هتلعب مع مصر في كأس الامم الافريقيه وكل اللعيبه هتلعب مع النادي الاهلي في كأس العالم للانديه رغم تعارض البطولتين. فلغايه دلوقتي محدش فاهم تصريح الاستاذ احمد مجاهد بيقول ايه، ما حدش فاهمه، لان كمان في النهايه هو كان مع انفانتينو في قطر فما حدش فاهم. والله الحقيقه يا فندم، هو الاستاذ احمد مجاهد هو اكثر واحد ممكن يفسر ما يقصده. احنا كان لنا قراءات مختلفه لهذه التصريحات، لكن زي ما حضرتك قلت هي كيف يمكن ان يلعب المنتخب ويلعب النادي الاهلي في توقيت متزامن في باللعيبه الدوليين. فبعض القراءات انا قلت عليها قد تكون مصيبه وقد تكون مخطئه، وهو ان ربما يكون المنتخب في هذا التوقيت ممكن يدي اللعيبه الدوليين للاهلي مثلا او يردهم او ما الى لا ذلك، لا معقولة لكن في يعني. النهايه الكابتن نعم معقول معقولة مثلا هنكون وصلنا للدور قبل النهائي مثلا، فالدور قبل النهائي فنقول يلا لعيبة الأهلي يلا امشوا عشان احنا وصلنا للدور قبل النهائي. وده بقى بيوصلنا للتفكير الثاني، الا وهو ان ممكن يكون هو عنده قراءه اخرى او معلومات اخرى مش متوفره لامثالنا نعرف فيها بالظبط هو ايه سبب هذا التصريح. يعني قد يكون في معلومات عن تاجيل بطوله العالم للانديه او تغيير بعض مبارياتها او شيء من هذا القبيل. انا بالظبط. الحقيقه ما اقدرش اتكلم بالنيابه عنه، انا كمجرد مشاهد وبحاول ان انا احلل او اقرا ما بين السطور، ده الاستنتاج اللي وصلت له، لكن هو اكيد هو الاقدر على تفسير ما المقصود بتصريحه. ربما كان هدفه ان هو عايز يطمئن الجماهير ان شاء الله مش هيكون في تضارب واللعيبه هتقدر تشارك هنا وهنا، وفي هذه الحاله بقى مطلوب منه ان هو يفسر المقصود بالظبط في هو التصريح. التفسير الوحيد والمنطقي ان بطولة كأس العالم للأندية تترحل شوية بس، لكن مفيش اي يعني منطقي تاني خالص غير ده. بالظبط بالظبط، وده ما انا بقول لحضرتك لسه احد القراءات ان هو عنده معلومه غايبه عننا، وبالتالي فهو صرح هذا التصريح ولكن لا يملك ان هو يصرح باكثر من هذا، والايام هتبين لنا. صحيح. لكن يعني انا بتصور ان كلنا في المقام الاول مهتمين في الوقت الحالي بمنتخبنا القومي، وان شاء الله المنتخب بتاعنا على الاقل هيبتدي يوم 9 يناير باللعيبه بتوعه واللعيبه اللي احنا معتمدين تمام. عليهم علشان نحقق مركز في البطوله.